نستضيف أشغال هذه الدورة الاستثنائية التي نعقدها طبقا للمادة 37 من القانون التنظيمي 113/14، بعدما توصلنا بمراسلة من السيد الوالي لجهة الدار البيضاء سطات عامل عمل الدار البيضاء، ويتضمن جمع الأعمال الأخرى نقطة فريدة تتعلق بالدراسة والتصويت على تسعير التذاكر واشتراكات النقل بواسطة الحافلات ذات الجودة العالية. أنا أعز هذه المدينة الغالية علينا، لأن الحمد لله وصلنا لوسائل النقل اللي هي في جودة عالية في خدمة عالية، وتسهل يعني كتعطي واحد الفضاء مريح للمرتفقين. إذا كما تعلمون طبعا نحن نعتز بلغتنا ولغة القرآن اللغة العربية. أنا قلت لكم أننا شريط وطريق حضرات وكذا ترانسبور، ولكن طلبنا منا باش المرة الجاية نديرو بالعربية أحسن. والإنتاج أصلا كان كيخصو بالعربية والرئيسة، ورحنا درنا سميتو دونك المرة الجاية ما غنوريكم والو على هاد القيمة. إيوا نصفو على كازا راه دارت مجهود. كما تعلمون فإن مدينة الدار البيضاء عرفت تنويعا على مستوى منظومة النقل الجماعي التي تضم الحافلات والترامواي، والآن تنضاف خدمة أخرى للبيضاويين وهي التنقل بواسطة البازوي الذي يعتبر وسيلة نقل جماعية في مسارات خاصة من شأنها أن تقدم نفس مستوى الأداء والخدمة التي يقدمها الترامواي. تعتبر حافلات هذا الأسطول الأولى من نوعها في المغرب بطول 21 متر، تتوفر على 4 أبواب مزدوجة و 58 مقعد، فيما تبلغ سعتها الإجمالية 168 راكبا. هذه الحافلات مكيفة ومجهزة بكاميرات المراقبة، كما تتوفر على 4 شاشات ديناميكية لإخبار المسافرين وعلى تجهيزات كهربائية تمكن الشحن لكلي USB. وتتوفر هذه الحافلات على مدخل خاص بالكراسي المتحركة، كما تتوفر على أماكن مخصصة للأشخاص ذوي الحاجة. وتتكون شبكة البازوي من خطين يبلغ طول الخط الأول 12 كيلومتر، ويربط بين حي الليمون وحي السلمية، ويشتمل هذا الخط على نقطتين للتبادل مع خطي الترامواي، خط واحد محطة الليمون والخط رقم 3 في محطة شارع محمد السادس. ويمر هذا الخط عبر شارع القدس من بداية إلى النهاية، وكذا عبر موقع كازانيرشور. ومن شأن هذا الخط الذي يتضمن 20 محطة للركاب أن يساهم في تنظيم حركية المرور على مستوى 22 تقاطع طرق. وقد تطلب هذا المشروع توسيع ورفع المنشأة الفنية المنجزة فوق الطريق الوطني لأيرين أون على مستوى شارع القدس، كما شمل المشروع التهيئة الحضرية للطرق ما بين واجهتي المباني على مساحة 55 هكتار. أما الخط الثاني للباسوي فيربط المعارف انطلاقا من ملتقى طرق والماس بمدينة الرحمة والعزوز على طول 12 كيلومتر أيضا، ويتوفر هذا الخط على نقطة للتبادل مع الخط 2 للترامواي على مستوى محطة القطب المالي للدار البيضاء. وسيتضمن هذا الخط 22 محطة، وسيتمكن من تنظيم لحركية مرور على مستوى 19 تقاطع. وقد مكن المشروع القيام بتهيئة حضرية للطرق ما بين واجهتي المباني على مساحة تقدر تقريبا 40 هكتار أيضا. تجدر الإشارة إلى أن أشغال البازوي الدار البيضاء انطلقت في دجنبر 2020 على مدى 4 مراحل. إن شاء الله سوف يتوقف البازوي في 42 محطة للمسافرين على طول الممر المخصص له والمرتفع بنسبة 14 سنتيمتر عن قارع الطريق، باستثناء ملتقيات الطرق التي سيكون فيها الحافلات البازوي أولوية المرور من خلال إشارات المرور الدولية. كما ستمكن محطات المواصلة من الربط بين خدمتي البازوي والترامواي. وتمتلك محطات البازوي مواصفات مشابهة لمحطات الترامواي، فهي محطات مغلقة ومؤمنة يمكن الخروج إليها عبر بوابات دوارة أو مداخل مهيئة للأشخاص ذوي الاحتياجات، خاصة بآلات ونظام تذاكر موحد مع محطات الترامواي. ويتراوح طول محطات كازا بوسوي ب 28 إلى 30 متر مقابل حوالي 65 متر في محطات ترامواي. إذا هذه الوسيلة العصرية والمبتكرة للنقل تكمل اليوم عرض
الجيل الجديد لوسائل النقل الجماعي في مسارات خاصة، وستندمج بشكل تام مع الحافلات والترامواي التي تؤمن حاليا خدمة النقل العمومي إن شاء الله في الأشهر المقبلة. وبخصوص تسعيرة تذاكر النقل بواسطة حافلات عالية الخدمة وبعد دراسة مفصلة قامت بها شركة الدار البيضاء للنقل ومراعاة للظرفية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين البيضاويين، فاليوم نقترح على أعراض لعرض الثمن المقترح للمجلس من أجل المصادقة. وللمحافظة على هذه الخدمة وضمان استمراريتها طبعا في جودة عالية والحد من بعض الممارسات والتصرفات اللا أخلاقية، قد تم وضع نظام أساسي يتضمن حقوقا وواجبات على جميع المرتفقين ومستعملي وسائل النقل الجماعي الانضباط ديالها. إذن سيداتي وسادتي، اليوم إخواني أخواتي المنتخبون، اليوم طبعا استعدادا لشهر رمضان كان تساؤل كثير على انطلاق الباسوي إمتى، فاليوم طبعا كان القرار على أننا نبدأ به قبل ما نطلقوا التطبيقات باش يمكن نسهلوا وسائل، يعني نضيفوا وسائل النقل الجديدة إحنا على مشارف شهر رمضان. فإن شاء الله انطلاقة رسمية سوف تكون يوم 1 مارس، الانطلاق هو اليوم الفعلي لانطلاق الباسوي. دونك ابتداء من الجمعة المقبلة جميع يعني المرتفقين غادي كلهم ياخذوا هذا النوع من النقل الحضري داخل مدينة الدار البيضاء. أكيد مشروع جد مهم. اليوم ما يمكنليش تفوتني الفرصة أنني نشكر السي بالعابد وجميع الأطقم اللي معاه، مدير شركة كازا ترونسبور، على المجهودات القيمة اللي بذلوها. طبعا كان هناك اعتذارات للساكنة نتيجة على الأشغال ديال 24 كيلومتر، ما كانتش سهلة، ولكن اليوم هاد الأشغال مكنتنا على أننا يكون عندنا نقل حضري من المستوى العالي جدا. ما كنقولوا يعني هي أولية في المغرب اليوم أننا عندنا هذا النوع من الحافلات، ثانيا في ممرات خاصة، ثالثا عندها واحد الخدمة داخلية جد يعني مرموقة، حافلات كليماتيزي يمكن نشارجيو فيهم، طبعا هما مزودين بكاميرات المراقبة من أجل سلامة المرتفقين. الأكيد اليوم هو بهذا نوع الحافلات لأسيس اليوم نحافظ على البيئة داخل مدينة الدار البيضاء، وبتواجد هذا النوع من الحافلات استطعنا اليوم على أننا غادي نخلصوا إن شاء الله من ليزيميسيون دو غاز ايفي دو سير بنسبة 90%، وهذا يعني طبعا يعني احنا ملزمين به على الصعيد العالمي على أننا نحافظوا على بيئة مدينة الدار البيضاء. وبالتالي هذا النوع اليوم من الحافلات غادي يخلينا على أننا غادي ندخلوا التاريخ، يعني المدن التي تحترم البيئة والمدن التي تحاول قدر الإمكان التقليص من هذه الانبعاثات الغازية. طبعا يعني الظرفية اليوم خلات على أن التسعيرة غادي يعني غادي نشوفوا على أن الثمن المقترح اليوم هو ثمن ابتدائي، لأن الغرض طبعا كيف ما قلت لكم احنا سرعنا بالافتتاح ديال الباسوي باش يمكننا نلحقوا شهر رمضان. ان شاء الله في الدوره المقبله ديال شهر ماي غادي تكون انطلاقه ديال تيتفور تيكات، فانذاك غادي يكون لازم علينا اننا نعاودوا التسعيره الاجماليه، لان غادي يولي عندنا 100 كيلومتر ديال المسارات الممرات، وبالتالي طبعا غادي تكون لازم علينا اننا نوحدوا التسعيره بين الحافلات و طبعا هذا النوع من يعني النقل اللي هو لو ترام و الباشين. وبالتالي اليوم يعني كانت مناقشات مستفيضه من طرف اللجنه، غادي نسمعوا لها لان الاقتراح طبعا من طرف المجلس هو اقتراح جريء، لان اليوم ما حاولناش نعرفوا على ان النقل الحضري اليوم كيكلف مجلس مدينه الدار البيضاء المساهمه في 40% من ثمن التذكره، يعني باش ما تكونش الثمن الحقيقي اللي هو اكثر من ذلك بكثير. هذا العجز طبعا تتحمله جماعة الدار البيضاء سنويا، اليوم وصلنا بغير بلالين تي أ و تي دو وصلنا تقريبا ما يفوق على 100 مليون درهم سنويا ديال العجز، يعني أن البيضاوي كيخلص تذكرة ديال لو ترام 6 دراهم وجماعة الدار البيضاء كتكمل ديك 10 دراهم اللي هي الثمن الحقيقي.
المواطن كياخذوا 6 دراهم والجماعه كتخلص تقريبا 4 ديال الدراهم على كل سفر داخل الطعام. اليوم طبعا هذا التحمل وهذا العجز اللي حنا كنتحملوه اليوم جماعه الدار البيضاء اليوم مع الحافلات ولا كيكلفنا بين الطعام والحافلات غادي نمشيو يعني تقريبا واحد 250 مليون ديال الدرهم سنويا ديال تحمل هذا العجز. هو اكيد عجز ثقيل جدا على جماعه الدار البيضاء، ولكن يعني هنا كتبقى يعني قرارات المجلس اللي قابل على انه يتحمل هذا العجز الثقيل جدا، ولكن هذا الشيء كله باش نخليو على ان الدار البيضاء تحتفظ بهذه النوعيه الخاصه وهي الاولى في المغرب. هذا كنؤكد عليها 700 حافله الحمد لله تي 1 تي 2 بي اش ان اس 5 تي 6 وبيانتو تي 3 تي 4. فكنظن على ان ان شاء الله بعد انطلاقه نهائيه في غضون واحد الاشهر المقبله يعني قبل فصل الصيف ان شاء الله غادي يكون جميع الشبكات مفتوحه، وبذلك غتكون تذكره موحده طبعا اللي غادي تخلي على اننا يعني نتحركوا في واحد 100 كيلومتر ديال الطعام وواحد 1000 كيلومتر ديال الحافلات اللي كتقوم بها يوميا. يعني خصنا نعرفوا على انها 700 حافله كتمشي تقريبا واحد 1000 كيلومتر في مدينه الدار البيضاء والمدار ديال السيد. وهذا طبعا نعتز به، وما تفوتنيش ايضا الفرصه انني نشكر وزاره الداخليه لان هذا المشروع جا في اطار بلوكي دي جي سي، وبالتالي يعني كانت رؤيه صاحب الجلالة الله ينصرو بغى المدينة الدار البيضاء هذا النوع من الحافلات، وبالتالي يعني مجلس الجهة وضع الميزانية المخصصة، وزارة الداخلية، مجلس مدينة الدار البيضاء، والفخ أيضا يعني شخص طبعا وزارة الداخلية اليوم قروض أيضا خصنا نعرفوا على أن كاين قروض مهمة اللي غادي تحملها كازا ترونسبور باش يمكن لها تخلص لا العربات ولا الحافلات اليوم اللي اليوم كنقوموا بها. فالحمد لله فخر البيضاويين على انهم يكون عندهم هذا النوع من التنقل. خاصنا نشوفوا وراكم شفتوا ان 150 مليون تقريبا راكب في السنه اللي كياخذوا هذا النوع من الحافلات. اليوم عندنا ارقام تقريبا 300 الف شخص كياخذ الحافله، واحد 150 ألف تقريبا اللي كياخذوا الطعام يوميا. يعني أن خصنا نوصلوا في المستقبل إن شاء الله، وهذا هو اللي جابيه الفيديو على أن نوصلوا جوج ديال المليون ديال راكبي الحافلات. هذا هو يعني المبتغى إن شاء الله غضون السنوات المقبلة باش نحدوا الاكتظاظ داخل مدينة الدار البيضاء. راكم شفتوا 300 سيارة يمكن لها تركب في طعام واحد، فاليوم هذا التقليص لا بالنسبه للانبعاثات الغازيه ولا بالنسبه يعني نقصوا من هاد لونكومبرمون يعني التضخم اللي عندنا داخل مدينه الدار البيضاء والازدحامات طبعا ناتجه على اننا تكون عندنا وسائل نقل. لي باركين غولي طبعا كي دي وسائل نقل مبتكره خصنا يعني دي باركين اللي يمكن الاشخاص يحطوا السياره ديالهم وياخذوا تي 1 وتي 2 وتي 3 وتي 4. هذا حتى هو عمل اليوم كنقوموا به، مازال في الانتظار ديالنا تقريبا واحد 6 ديال لي باركينغ غولي، اليوم تم انجاز 9 وباقي لنا 6 ولا ياك لي باركينغ غولي عندنا 6 ومازال خصنا نجزو 9. دونك هذا الشيء هو اللي غادي نفيد في المستقبل ان شاء الله. شكرا.